إرشادات الحياة ثاني مرة. بعد نشر آخر مقال وصلتني رسائل كثيرة تسأل فيها إما عن كيفية شراء الكتاب وما إن كان مترجما للعربية أو إكمال بقية النصائح التي أشرت إليها، وهذا أمر شبه مستحيل كونها تتجاوز 1560 نصيحة. والكتاب مرة أخرى يدعى إرشادات الحياة الصغيرة، كتبه أب عطوف كنصائح قدمها لابنه كهدية قبل انتقاله للدراسة في الجامعة، وعلى غير ما توقع الأب ويدعى جاكسون براون حقق الكتاب المرتبة الأولى في قائمة نيويورك تايمز، وأصبح بين ليلة وضحاها من أكثر الكتب تهاديا بين الآباء والأبناء. وعلى عكس ما توقعت أنا أيضا، حقق المقال السابق ردود فعل كثيرة من القراء كما يتضح من موقع الجريدة الإلكتروني، ولأن معظم التعليقات تضمنت طلبا بإيراد المزيد كوني لم أقدم سوى 21 فقط في المقال السابق، عدت مجددا لغربلة الكتاب واخترت لكم الإرشادات التالية. حين تقول والدتك ستندم على فعل ذلك ستندم عليه غالبا. اعتني بسمعتك جيدا فتثبت لك الأيام أنها أغلى ما تملك. لا تخشى العقبات الكبيرة فخلفها تقع الفرص العظيمة. قد لا يتطلب الأمر أكثر من شخص واحد يقلب حياتك رأسا على عقب. اختر رفيقة حياتك بحرص فهو قرار يرسم 3/4 حياتك. اقلب أعدائك لأصدقاء بفعل شيء جميل ومفاجئ لهم. حين تدق الفرصة على بابك ادعها للمبيت. تعلم القواعد جيدا ثم اكسر بعضها. احكم على نجاحك من خلال قدرتك على العطاء وليس الأخذ. احذر العاهرات مهما بدلن ثيابهن. ركز على جعل الأشياء أفضل وليس أكبر أو أعظم. كن سعيدا بما تملك واعمل على امتلاك ما يسعدك. أعطي الناس أكثر مما يتوقعون. دلل زوجتك ولكن ليس أطفالك. لا تكن منشغلا لدرجة عدم التعرف على أشخاص جدد. اقضي مع أطفالك ضعف وقتك المعتاد وامنحهم نصف المال المعتاد. ابتعد عن الأماكن المشبوهة فالأحداث السيئة تحدث هناك. الفاشل في إنفاق ماله فاشل في كل شيء في حياته. لا تهدد ما لم تملك القدرة على التنفيذ. تعلم الإسعافات الأولية فجميعنا يمر بظرف يندم عليها. حين يسألك أحدهم سؤالا لا تحبه ابتسم وقل ولماذا تريد أن تعرف. لا تفقد أعصابك أو ثقتك بنفسك أو مفاتيح سيارتك. فاجئ صديقك القديم باتصال مباغت. لا تقل لرجل أنه بدين أو أصلع أو أشيب فهو يعرف ذلك مسبقا. سافر وشاهد أماكن جديدة بعقل مفتوح. حين تشتري عقار انتبه لثلاثة شروط مهمة: الموقع ثم الموقع ثم الموقع. اكتب 10 أشياء أن تريد إنجازها في حياتك ثم ضع الورقة في محفظتك. كل شخص تقابله يملك شيئا مميزا حاول أن تتعلم منه. سجل صوت والدك ووالدتك وهم يضحكان. أرسل لزوجتك باقة ورد ثم فكر بالسبب لاحقا. لا تتوقع من أطفالك الاستماع لنصائحك ووضعك مزرا. ادخر دائما 10% من دخلك. كلما تعلمت أكثر كلما طرحت المزيد من المخاوف عن كاهليك. النظرية باختصار، حتى إن لم تكن أفضل إنسان في الدنيا لا يمنعك ذلك من التصرف بشكل أفضل مما أنت عليه فعلا. ليس صحيحا أن فاقد الشيء لا يعطيه، ونصائحنا لأطفالنا أكبر دليل على ذلك. اعمل نسخة من المقالين
ثم علقهما في غرفة أبنائك. كن كذلك على أي حال. ستيفن كوفي، كاتب ومؤلف أمريكي، اشتهر بعد نجاح كتابه العادات السبع للناس الأكثر فعالية، كما نشر عددا من الكتب الأخرى الناجحة مثل الشيء الأول أولا ومبدأ القيادة المحوري وسلطة العادات السبع والعادات السبع للأسر الأكثر فعالية والتعايش مع العادات السبع، الذي يتضمن قصصا حقيقية عن أناس قاموا بتطبيق هذه العادات على حياتهم. ومن المقولات الجميلة للسيد كوفي مجموعة تنتهي بقوله على أي حال، تستحق أن تطلع عليها وتتبناها في حياتك. فهناك مثلا، إن فعلت الخير سيتهمك الناس بأنك لك دوافع خفية، فلا تتوقف عن فعل الخير على أي حال. الصدق يجعلك مكروها ومعرضا للنقد، كن صادقا على أي حال. الرجل الذي يحمل أفكار عظيمة قد يعرقله أتفه الرجال، اصنع أفكارك العظيمة على أي حال. الناس حولك غير منطقيين ولا تهمهم سوى مصالحهم الخاصة، فأحبهم على أي حال. عندما تحقق النجاح ستكسب أصدقاء مزيفين وأعداء حقيقيين، اسعى للنجاح على أي حال. الصرح الذي تبنيه في سنوات قد ينهار في لحظات، ابني صرحك على أي حال. من يحتاج لمساعدتك سيلومك لاحقا على تقصيرك، ساعد المحتاجين على أي حال. الناس يحبون الضعفاء ولكنهم يحترمون الأقوياء، كن مع الضعفاء على أي حال. إن أعطيت العالم أفضل ما لديك قد يرد عليك بأسوأ ما لديه، قدم أفضل ما لديك على أي حال. الخير الذي تفعله اليوم سينساه الناس غدا، افعل الخير على أي حال. ولأن مقولات السيد كوفي انتهت على أي حال، فكرت بالسير على نفس المنوال وإخبارك بمجموعة أستكمل بها المقال. فالناس قد يظلمونك أو يسيئون فهمك، فلا تهجرهم على أي حال. وقد تفشل في تحقيق أهدافك في الحياة، فلا تتوقف على أي حال. تعرض للأذى إن علقت الجرس أولا، فبادر بفعل ذلك على أي حال. وقد لا تصبح ثريا في يوم من الأيام، فكن سعيدا على أي حال. ولن تنجح في إقناع جميع الناس بأفكارك الرائعة، فتفهم مواقفهم على أي حال. ورغم أن الحياة غير عادلة بطبيعتها، كن عادلا على أي حال. ورغم أن الجميع يكذب على الجميع، كن صادقا على أي حال. لن تحصل على كل ما ترغبه وتتمناه، فكن شاكرا على أي حال. صحيح أن البعض كان بخيلا في تعامله ومساعدته لك، فكن كريما على أي حال. في حياتك أشخاص عاملوك بفوقية وكبرياء، فكن متواضعا على أي حال. ما زلت تتذكر مواقف مؤذية من زوجتك أو زوجك، فكن محبا على أي حال. لا يمكنك منع أفراد عائلتك من ارتكاب الحماقات، فتقبل ذلك على أي حال. وأخيرا، جميعنا سنموت على أي حال، فلا تغادر الدنيا دون ترك أثر يقاوم النسيان. النظرية باختصار: تصرف كما أنت وليس كما يعاملك الناس. لن تفعل شيء إن فكرت بالنتائج السلبية لكل فعل جميل. لا يمكنك منع الناس من أذيتك والشك في نواياك، ولكن يمكنك منع تأثيرهم عليك. مغالطات يستحسن انتباهك إليها. يستعمل الناس خلال نقاشاتهم مغالطات يستحسن تنبهك إليها. مغالطات زئبقية وغير ذات علاقة يجب أن ندركها كي لا نتحدث أو نستمع كأغبياء. فكم مرة مثلا حبست داخل سيارتك بسبب سيارة توقفت خلفك، وحين يحضر صاحبها يقول لك بدل أن يعتذر: يا أخي كل السيارات مقفلة على بعضها. هذه المغالطة أدعوها ترك الخاص والاستشهاد بالعام، حيث يتم تجاهل مشكلتك والاحتكام إلى ما يفعله الجميع. وهناك مغالطة معاكسة لها أدعوها الاستشهاد بالخاص لتأكيد العام. ومثال ذلك رجل فاضل
استشهد على ضرر الاختلاط بقصة ممرضة حملت من زميل لها في العمل. ورغم أنني لا أشك بأمانته وصحة قصته، إلا أنها مغالطة تعتمد على تعميم الاستثناء والاستشهاد بالنادر، بمعنى إن كان هو يملك قصة واحدة نادرة والنادر لا حكم له كما قال الفقهاء. نملك نحن آلاف القصص عن الآلاف الممرضات العفيفات اللواتي لم يحدث معهن شيء. وهذا يذكرني بمغالطة ثالثة تدعى مغالطة انتقاء السبب. فالمأساة التي حصلت مع الممرضة السابقة، هل حدثت لأنها تعمل في مستشفى؟ أم حدثت مثلا بسبب ضعف الوازع الديني أو الأخلاقي أو سهولة الانقياد أو تعارف الجنسين من خلال النت؟ الحقيقة هي أن قصة كهذه يمكن أن تحدث لآلاف الأسباب الأخرى، والقصة السابقة مجرد حالة خاصة لا يجوز تعميمها. على الأقل كي لا نقذف بالسوء كافة العاملين في القطاع الصحي. أيضا هناك مغالطة التعميم وعدم الاستثناء، ومثال ذلك قول أحدهم عن أمة محمد خير أمة أخرجت للناس، وبالتالي لن تجد أحدا فيها فاسقا أو عاصيا أو غير مؤمن، وهذا طبعا غير صحيح بحكم الواقع. فالآية الكريمة تتحدث عن حالة عامة وغالبة، في حين قد نصادف نحن حالات خاصة واستثنائية لا تعارضها أو تلغيها. وهناك ما أدعوه مغالطة الانتقال لمشكلة رديفة، وفي هذه المغالطة يتعمد أحدهم التهرب من القضية الأساسية لهشاشة موقفه فيها ومناقشة مشكلة رديفة سهلة يضمن تأييد الجمهور لها. ويحدث ذلك حين تبدي مثلا موافقتك على قيادة المرأة للسيارة، فيقول لك أحدهم: وهل ترضى أن يهاجمها ضعاف النفس في الشارع؟ وبالتأكيد لن يرضى ذلك أحد، ولكنه ترك القضية الرئيسية وانطلق إلى مشكلة مختلفة يسهل مهاجمتها وضمان اتفاق الجميع معها، بدل التورط في مناقشة مسألة شائكة كحق المرأة في الحركة قضاء حوائجها بنفسها. وهناك مغالطة سادسة أدعوها تعاطف الحشد، وفي هذا الأسلوب يلجأ المحتج إلى نخوة الحضور وإثارة مشاعرهم دون الخوض في المسألة ذاتها. تخيل أنك ألقيت رأيك السابق بين مجموعة من الضيوف فيتجاهلك المعزب ويوجه كلامه للناس ويقول بصوت مرتفع: يا قوم، هل سمعتم ما يقوله أخونا هذا؟ هداه الله. فيلتفت نحوك الجميع بنظرات تقول: ويحك أيها المارق. والمغالطة السابقة تذكرنا بمغالطة الشخصنة، وفي هذا النوع من المغالطات يتم الحكم ليس على القضايا نفسها بل على صاحبها أو ناقلها بشكل شخصي. إن أحببناه قبلنا منه كل شيء، بل وسارعنا لتفسير زلاته وقعته، وإن كرهناه رفضنا منه كل شيء بحجج كثيرة أبرزها عدم التخصص أو التحدث في غير فنه. وهناك أيضا ما أدعوه مغالطة تخصيص السبب، وهي مغالطة نشاهدها كثيرا لدى المتشددين في مختلف الديانات. فقد يربط أحدهم صحته وغناه وسعادته بقوة إيمانه وكثرة حسناته وإخلاصه للمعبد، وكان يمكن لهذه العلاقة أن تكون صحيحة لولا وجود آلاف الديانات الأخرى وآلاف الكافرين من أتباع الديانات المختلفة الذين يتمتعون مثله بالصحة والعافية والسعادة. أما المغالطة التاسعة والأخيرة فأدعوها مغالطة الاصطفاء، ومثال ذلك قول الزعيم المصري السادات بعد حرب 73: ربنا يحبنا عشان كده انتصرنا على اليهود. غير أن اصطفاء من هذا النوع يمكن أن يستعمله اليهود بنفس الطريقة، بحيث يقولون مثلا: وربنا يحبنا أكثر لأننا انتصرنا على العرب 4 مرات. والآن سأترك لك تأمل هذه المغالطات واكتشاف المزيد منها بنفسك. يمكنك البدء من اليوم من خلال تأمل مغالطات الناس وفعلهم بأي شيء ما عدا الاعتراف بالمنطق والواقع.
وصحة الرأي المقابل، لا تفعل مثلهم رجاء. النظرية باختصار، الناس يمكنهم قول أي شيء باستثناء الاعتراف بصحة رأيك. أسوأ المغالطات تلك التي تعتمد على وقائع صحيحة ولكن في قضية لا تخصك. مغالطات النقاش لا تجعلنا نبدو كالأغبياء فقط، بل وتحرمنا أيضا فرصة تعلم أشياء جديدة. لا تستشهد بالأكثرية أو الأقدمية. معظم الناس لا يسعون في نقاشاتهم إلى إثبات الحقيقة، بل إلى إثبات فكرتهم عن الحقيقة التي يرغبون فيها. فرق كبير بين الاثنين، وحين يصبح همنا الانتصار للأفكار التي تناسبنا، نبدأ بمغالطة أنفسنا والاستشهاد بأدلة خاطئة أو مخالفة للمنطق والواقع. وحين جلست لكتابة هذا المقال، كان في ذهني 6 أنواع على الأقل من الاستدلالات الخاطئة التي يعتمد عليها الناس دون إدراك مغالطتها وعدم حجيتها. ومن أكثر الوسائل التي يعتمدون عليها لإثبات آرائهم الاستشهاد بالأكثرية أو رأي الأغلبية، في حين لا أصدق شخصيا بوجود شيء يدعي إجماع الأمة مع كل هذه الفرق والمذاهب والمدارس الفقهية المختلفة. وهذه المغالطة، الاستشهاد بالأغلبية، نسمعها كثيرا بين الناس، بحيث يقول أحدهم للآخر: من غير المعقول أن يكون الجميع على خطأ وأنت فقط على صواب. ولكن الحقيقة هي أن الأكثرية يمكن أن تكون على خطأ وضلال، وأن العامل العددي ليس شرطا لإثبات الصحة والواقع. فقبل 500 عام مثلا كان الناس يعتقدون أن الأرض مسطحة كالطبق، وقبل 150 عام كانوا يعتقدون أنها محور الكون، وقبل 15 عام كنا نعتقد أنها الوحيدة التي تملك الحياة. ولكن اليوم اتضح أن ملايين البشر كانوا على خطأ، وأن الأرض ما زالت كما هي منذ 4 بلايين عام، كوكب كروي صغير على هامش مجرة متواضعة تدعى درب التبانة. وليس أدل على انتفاء هذا الرابط من قصص الأنبياء التي تتضمن فريقين: الأول نبيا واحدا يملك رأيا صحيحا مقابل أكثرية تعيش في ضلال وتعتمد على حجة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، صدق الله العظيم. والآية الأخيرة بالمناسبة تقودنا إلى خطأ ثان في الاستدلال، هو الاستشهاد بالموروث ومرويات التاريخ وما تناقلته الأجيال منذ القدم دون تمحيص أو تحليل أو تأمل. فالعراقة والقدم ليس شرطا أو دليلا بحد ذاته، وتداول الموروث لا يمكنه تأكيد أو نفي أي قضية حاضرة، بدليل قول الرسول صلى الله عليه وسلم حين سئل عن حكم النقل عن اليهود: إذا حدثكم أهل الكتاب فلا تصدقوهم ولا تكذبوهم، وقولوا آمنا بالله وكتبه ورسله. وفي الغالب لا يمكن لمن ولد ونشئ داخل الموروث إدراك مكامن الخطأ فيه، ولكن يمكن لمن ولد ونشئ خارجه تمييزه بسهولة وإدراك مدى خطئه وسذاجته. فنحن مثلا ندرك بسهولة سذاجة شرب بول البقر في الهند، وحماقة تقديم الأزر لتماثيل بوذا في تايلاند. ولاحظ هنا أن معظم هذه الخرافات عريقة ومتوارثة منذ آلاف السنين، ولكن هذا لا يجعل منها دليل يثبت صحتها أو عبقرية وعقلانية من وضعها في الزمن القديم. ويساند هذه المفارقة قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، صدق الله العظيم. النظرية باختصار، الناس لا يسعون لإثبات الحقيقة بل إلى تقديم فكرتهم عن الحقيقة التي يرغبونها. الأغلبية ليست شرطا لصحة الفكرة أو دليلاً على عدم ضلال الكثرة بدليل سير الأنبياء. الأفكار القديمة تحظى بقدسية عظيمة، ولكن لا يعني هذا أنها صحيحة بدليل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون.
لا تطلب دليلا على ما تدعيه أنت. تحدثت في آخر مقال عن خطأ أو مغالطة الاستشهاد بالأكثرية أو الأقدمية لإثبات صحة الشيء بدليل قوله تعالى: وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا، صدق الله العظيم. أما ثالث خطأ يمكن الاستدلال به فهو الطلب من الآخرين تقديم دليل ينقض أو ينفي ما تدعيه أنت، فمن يدعي شيئا يتحمل هو وليس السامع عبء إثباته وتقديم الدليل على صحته. حسب القاعدة الشرعية والقانونية البينة على المدعي وليس على من أنكر، فحين يخبرك صديقك مثلا أن مخلوقات فضائية هبطت في جنوب السعودية يتحمل هو عبء تقديم الدليل وليس أنت. ولكن لنفترض أنك بعد أن سخرت من ادعائه هذا الذي لم يدعمه بصور وتقارير إخبارية قال لك: أثبت أنت عدم وجود مخلوقات فضائية. بهذا المنطق يكون هو قد دخل في مغالطة تتضمن نقل عبء الإثبات إليك وتحميلك أنت مسؤولية نقد ما عجز هو عن إثباته، وهذا النوع من الاستلال يظهر بكثرة حين يتناقش أتباع الديانات المختلفة مع بعضهم البعض. فقد تدخل مثلا في نقاش حاد مع راهب هندوسي فيقول لك: وكيف تثبت أن ديانتي على خطأ؟ أو كيف تدعي أن آلهتي غير موجود؟ أو كيف تثبت أن كتابي من تأليف البشر؟ في حين أنه هو من يجب أن يقدم الدليل كونه المدعي على صحة ديانته ووجود آلهته وقدسية كتابه، وليس أنت الذي لم تشغلك يوما هذه الأسئلة. أما رابع مغالطة في الاستشهاد على صحة الرأي فهي تغيير الموضوع والخروج عنه بطريقة زئبقية ماكرة، ويحدث هذا حين تتحدث في قضية واضحة ومحددة فيرد عليك الطرف الآخر بأدلة أكثر قوة وبلاغة ولكنها للأسف لا تتعلق بالموضوع. مثلا حين كتبت مقالا أنكرت فيه قدرة الجان على التلبس في جسم الإنسان زادتني معظم الانتقادات بطريقة: ولكن الجن مثبت في القرآن والسنة، وهذه بدون شك حجة قوية لا يمكن مخالفتها، ولكنها ببساطة لا تتعلق بموضوعنا كوني لم أنكر وجود الجان بل تحدث عن عدم دخول الجن في جسم الإنسان. وهذا يعيدنا بالمناسبة إلى القاعدة السابقة البينة على المدعي وليس على من أنكر. أيضا قد تعترض أنت على ذهاب أبنائنا للقتال في الدول المضطربة في الخارج فيرد عليك أحدهم: ولكن الجهاد فرض هانة الأمة بعد تركها، وهذه الحجة بدورها قوية بل ومرعبة كونها تجعلك تبدو كمن يعترض على فريضة الجهاد أو يرغب في استمرار هوان الأمة، لكنه ببساطة يقدم حجة قوية على قضية لم تطرحها أصلا كون قضيتك الأساسية هي التغرير بفتيان غير مؤهلين للحرب في مواطن فتنة تملك رجالا أكثر منا وبين فرق تدعي كلها الانتماء للإسلام. وقبل أن نختم المقال اسمح لي بتذكيرك بما ذكرنا في هذا المقال وآخر مقال أيضا من المغالطات الشائعة بين الناس حين يرغبون في إثبات أفكارهم ومواقفهم الاستشهاد برأي الأكثرية والأقدمية وطلب دليل ينفي ادعاءاتهم وتقديم حجج على مواضيع لم تطرح أصلا. النظرية باختصار لا تقبل نقل عبء الإثبات إليك أو نقد ما يعجز عن إثباته صاحب النقاش، فالبينة على المدعي وليس على من أنكر. حين تناقش أحدهم لا تسمح له بإخراجك إلى مسائل فرعية يجيد الحديث عنها. من مغالطات النقاش تقديم أدلة قوية جدا على قضايا لا يدرك الجمهور أنها لم تطرح أصلا. الأسبق والأقرب يشوهان قدرتك على التفكير. رغم ذكائنا وتعقيد عقولنا يمكن لقدرتنا على الحكم والتفكير أن تتشوه لأبسط الأسباب، فنحن مثلا
نتبنى أول رأي نسمعه أو نجربه مهما بدت الأسباب التالية مقنعة ومنطقية أكثر. فحين يخبرك شقيقك مثلاً، وهذا مجرد مثال، أن حريقاً التهم 300 محل، استبنى هذا الرقم لمجرد أنك سمعته قبل أي رقم آخر، وتجد أنك تخالف تلقائياً وتصحح بإخلاص لكل من يدعي لاحقاً أنه 150 محلاً فقط. فالأفكار والآراء والمعلومات التي نتلقاها سرعان ما تحتل فراغاً في عقولنا وشخصياتنا، بحيث يصعب حذفها أو تعديلها لأجل معلومة تتعلق بذات الموضوع حتى لو سمعناها قبل دقيقتين فقط. ويا ليت الأمر يقتصر على مجرد حريق في سوق شعبي. فالخطورة في موضوع الأسبقية أننا حين ننشأ أطفالاً تسبق إلى عقولنا آراء ومعتقدات يصبح لها الأولوية في تشكيل آرائنا وأفكارنا ومواقفنا التالية، بل وتصبح الأساس والمقياس لكل ما نقبله ونرفضه لاحقا في سن الرشد. وكلما تقدمنا بالسن كلما نزداد تعصبا وانتماء للأسس القديمة، حتى نصبح عاجزين تماما عن تبني أي أفكار جديدة أو مختلفة. حين نصل لسن الشيخوخة ونرد إلى أرذل العمر، وبالإضافة لأسبقية التأثير، نتبنى غالباً آراء الأقرب، فالأقرب ضمن دائرة المعارف والأصدقاء والثقافة المحلية، فنحن نصدق مثلاً كلام الشقيق على كلام الغريب، ونصائح الأصدقاء أكثر من نصائح الخبراء، وفتاوي شيوخنا المحليين على مشائخ الأزهر أو علماء الزيتونة والقرويين. فحين يخبرك شقيقك مثلاً أن عدد المحلات المحترقة هي 300، تقتنع بكلامه، ليس فقط لأنه أول من أخبرك بذلك، بل وأيضاً لأنه شقيقك الذي تثق به أكثر من الغريب. وحين تسمع لنصائح أصدقائك بخصوص شراء المزيد من الأسهم رغم تحذيرات الخبراء بانهيار السوق، تفعل ذلك لأنك لا تعرف الخبراء معرفة شخصية كأصدقائك في الاستراحة. وحين تفضل الالتزام بفتاوي مشايخنا المحليين، فلأنك ببساطة تشاركهم نفس الرؤى والمذهب، في حين تجهل أو لا تعرف الأسس الفقهية والمذهبية التي اعتمد عليها مشايخ الدول الأخرى. والإنسان بطبعه عدو ما يجهل. وحين نجمع الرأي الأسبق مع الأقرب، نفهم كيف تسيطر الأفكار الخرافية وغير العقلانية على عقل الإنسان لمجرد أنه عرفها في سن صغير. وحين نجمع الرأي الأسبق مع الأقرب، نفهم كيف تسيطر الأفكار الخرافية وغير العقلانية على عقل الإنسان لمجرد أنه عرفها في سن صغيرة أو سمعها من أقرباء يثق بهم ويعيش في كنفهم منذ ولادته. وحين يصل أحدنا إلى سن الرشد، وهكذا يفترض، تكون الأفكار السائدة في مجتمعه قد أحكمت سيطرتها على شخصيته وطريقة تفكيره لدرجة يضع الخرافي منها في سياق ذهني مختلف لا ينفع معها أي نقاش منطقي أو استدلال عقلاني أو تعليم جامعي. ونادرا ما ينعتق أحدهم من هذا المعتقل ويشكل قناعته الشخصية والخاصة. لهذا السبب قد تشوه بعض المجتمعات عقول أطفالها بمعنى الكلمة بحكم الأسبقية والقرب، وتنزع منهم بمرور العمر نعمة التفكير النقدي والتحليل المجرد. وحتى حين ينعتق أحدهم من عبودية الكثرة، يصعب عليه مخالفة الأغلبية والتصريح علنا بأي تفسير منطقي يعارض ما توافق عليه المجتمع. فهو في النهاية إنسان ذكي ومتعلم، ويدرك جيدا نتائج الخروج على المجتمع ومخالفة اعتقاد توارثته الأجيال. على أي حال، هناك عيوب أخرى كثيرة قد تشوه عقولنا وتمنعنا من التفكير السليم، مثل الرأي المسبق والتعصب الأعمى وقلة الخبرة وطغيان العاطفة واواوا. غير أنني فضلت الاقتصار على عنصري الرأي الأول والأقرب،
ليس فقط لأهميتها في تشكيل الآراء وقولبة المجتمعات، بل ولأنهما يستمران معنا طوال العمر دون أن ندرك وجودهما بطريقة واعية. النظرية باختصار، يظل عقل الإنسان رهينة لأول فكرة سبقت إليه. عقل الإنسان نسخة شبه مكررة للعقول التي تعيش حوله. بحكم القرب والأصدقية، تطمس المجتمعات المنغلقة عقول أطفالها وتنزع منها نعمة التفكير النقدي والتحليل المجرد، ليس لأنك تحبه. نحن في الغالب نتبنى آراء الأشخاص الذين نحبهم ونتفق معهم، ونرفض آراء الذين نكرههم ولا نتفق معهم حتى إن كانت بذاتها صحيحة. نتجاوز الحكم على الرأي والفكرة ونستدعي أحكاما مسبقة تجاه قائلها، نمنع أنفسنا من رؤية الحقائق المجردة، ونشغل من حولنا بنوايا الطرف المقابل، وندخل في صراعات شخصنا وجدل عقيم. مشكلة العقل البشري أنه يصنف الناس ضمن قوالب وثوابت يرفض كسرها حتى حين يفعلون عكسها. فالفاسق فاسق حتى لو فعل خيرا، والتقي تقيا حتى لو فعل شرا. الأول يحاول خداعنا حين يفعل خيرا، والثاني لا يقصد سوءا حين يفعل شرا. ولكن الحقيقة هي أن الرأي الأول يصعب غالبا تغييره أو استبداله. الحقيقة هي أن العقول الصغيرة تعجز عن تحليل المواقف ومناقشة الأفكار، لتلجأ للحل السهل، تصنيف الناس في قوالب جاهزة، يسهل عليها الغيبة والشتيمة كونه يصعب عليها مقارعة الحجة بالحجة، وتقديم أفكار بذات المستوى وتفنيد الآراء التي لم تألف سماعها. يجب أن تسأل نفسك دائماً، ماذا لو كانت آراء من نحبهم ونثق بهم هي الخاطئة، ومن لا نحبهم هي الصادقة؟ ماذا لو كانت آراء الذين نثق بعلمهم وفهمهم خاطئة؟ هذه المرة على الأقل، والذي نختلف معهم ونشكك بآرائهم صحيحة، هذه المرة على الأقل. لا تحتاج لمن يخبرك بأهمية البحث بطريقة محايدة بصرف النظر عن الآراء والمواقف والعواطف المسبقة. تبني أو رفض الآراء بحسب العواطف ومدى حبنا وكرهنا للآخرين موقف شخصي يعمي العقول والقلوب. أخذ فكرة مسبقة عنهم يعمينا عن مستوى رسالتهم وفرصة تعلمنا منهم. فرب رأي سليم ينطق به رجل لا تتفق معه في شيء، ورأي خاطئ يخرج من رجل تتفق معه في كل شيء. هل تعرف أكثر كذبا من الشيطان الذي قال فيه المصطفى صلى الله عليه وسلم رغم ذلك صدقك وهو كذوب؟ هل تشك في المقابل في عدل داود وبعده عن الهوى رغم قوله تعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله؟ صدق الله العظيم. تقييمك للحقائق يجب أن يكون معزولا، ليس فقط عن عواطفك الشخصية بل وعن خصائص أصحابها الأصلية. ليس شأنك الحكم على الأشخاص وسوابقهم، فالله يحكم بين عباده يوم القيامة، بل وعلى مواقفهم. من هذه المسألة أو تلك، حين قال الحارث بن حوط للإمام علي بعد وقعة الجمل أتظن يا أمير المؤمنين أن طلحة والزبير كانا على ضلال وهما من العشرة المبشرين بالجنة؟ قال الإمام علي قاعدة في الحكم ما زلنا نرددها حتى اليوم، الحق لا يعرف بالرجال وإنما يعرف الرجال بالحق. والحكم على الإنسان من خلال تصوراتنا العامة يعيق حكمنا عليه في المواقف الخاصة، ويعظم الخطأ حين نضع شعوبا بأكملها ضمن حكم عام ما يفترض فعله هو العكس تماما. يفترض أن تستمع لمن لا تحبهم ولا تتفق معهم أكثر ممن تحبهم وتعرفهم حق المعرفة.
حين تستمع وتناقش من لا تتفق معهم، تفتح ذهنك على كافة الجبهات وتتعرف على مختلف الآراء والتوجهات. أما إن كنت لا تستمع إلى لمن تحب، ولا تقرأ إلا لمن يتفق معك، فلا جديد ستضيفه إلى جعبتك. استمرارك بالاطلاع على الآراء التي تميل إليها فقط ينتهي بك لمفاهيم ضيقة ومحدودة، ومع هذا تزداد رسوخا بمرور الأيام. خوف المجتمع من تعددية الآراء ينتهي بثقافة موحدة ونظرة ضيقة وجيل يملك ثقة الجهلاء. هل تعتقد أنني على خطأ لمجرد أنني لا أروق لك؟ النظرية باختصار: مشكلة العقل البشري أنه يصنف الناس ضمن قوالب يرفض كسرها حتى بعد تبين عكسها. إن كنت لا تستمع إلا لمن تحب ولا تقرأ إلا لمن يتفق معك، فلا جديد ستضيفه إلى جعبتك. استمرارك بالاطلاع على الآراء التي تميل إليها فقط ينتهي بمفاهيم ضيقة تزداد رسوخها بمرور الأيام. قناعاتك الشخصية ليست أفكار مقدسة. النتيجة التي تتوصل إليها بنفسك أكثر في إقناع من الأفكار والآراء التي يخبرك بها غيرك. والرأي الذي يتبلور في جمجمتك يزيح تلقائيا كافة الآراء والأفكار التي تتشكل خارجها. فهناك ترابط وثيق بين ما نتوصل إليه وما نقتنع بصحته ونؤمن بصوابه. حين تفكر بنفسك وتقلب الأمور برأسك، تنتهي حتما إلى نتيجة ذاتية تتبناها بإخلاص وتدافع عنها بشدة مهما بدت ساذجة أو خاطئة لغيرك. والنتائج الذاتية التي تتوصل إليها بنفسك قد تكون إيجابية تعمل لصالحك أو سلبية تعمل ضدك، غير أنك لا تفرق غالبا بين الاثنين لوجودك في موقف مزدوج يجعلك بمثابة الخصم والحكم، البائع والمشتري، المشرع والناقد، الطباخ والمتذوق، وبالتالي يختل لديك ميزان الحكم والنقد السليم. وعدم تنبهنا لهذه المفارقة يفسر سبب استمرارك في ارتكاب الأخطاء وتساؤلك بعد فوات الأوان: كيف كنت غبيا لهذه الدرجة؟ أو كيف لم أنتبه لهذا الأمر في ذلك الوقت؟ وللخروج من هذه الورطة يجب أن تملك قدرا كبيرا من التواضع الفكري والنقد الذاتي والاستماع للآراء المخالفة لك، كما يجب أن تنظر لقناعاتك الشخصية كاجتهادات يمكن تعديلها واحتمالات يمكن تغييرها دون خجل أو تردد أو دفاع متشنج. وأمر كهذا لابد أن ينتهي لصالحك. كون التعصب للرأي والقناعة بعصمة الأفكار الذاتية يخفي لدى من يرتفع حظه من العلم والتجربة ومراجعة الذات بدليل الإمام الشافعي الذي قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. وهذا في الحقيقة سر انتشار الغرور والغطرسة والإعجاب بالرأي بين العوام وصغار السن وأنصاف العلماء وخفوته التدريجي لدى الكبار والعظماء والمتبحرين في العلم والمعرفة. قارن مثلا تمسك من حولك بآرائهم ودفاعهم الشرس عنها مع رجل بمستوى الإمام أحمد بن حنبل الذي يقول: كلامنا رأي، فمن جاءنا بخير منه تركنا ما عندنا إلى ما عنده. أو مالك بن أنس الذي قال: كل يؤخذ منه ويرد إلى صاحب هذا القدر. أو الإمام الشافعي الذي قال: إذا صح الحديث فاضربوا بقولي عرض الحائط. أو بلال بن سعد: إذا رأيت رجلا معجبا برأيه فقد تمت خسارته. ورغم اعترافي بصعوبة تعديل ونقد آرائك الشخصية، إلا أن إصرارك عليها قد يصل بك إلى مرحلة القناعة بوحدانيتها وعصمتها من الخطأ. وهذه القناعة هي المسؤولة عن صنع الطاغية بمجرد توفر فرصة التسلط وكبح الأصوات المعارضة. فالطغاة يظهرون بمجرد احتكارهم للسلطة في أي مجال. وحين تراجع التاريخ تجده مدخما بحوادث حرق الكتب واضطهاد المفكرين ومكافحة الأفكار المغايرة
لمجرد حماية رأي وحيد أو تيار صغير يملك سلطة البقاء وكبت الأصوات، غير أن ممارسة كهذه هي في حقيقتها قمة الغباء. كونها تخرج من دماغ واحد فقط يتصرف بطريقة الخصم والحكم، البائع والمشتري، المشرع وصاحب المصلحة. وفي المقابل قمة الذكاء مشاركة الآخرين في أفكارهم وتقبل انتقاداتهم وغربلة آرائهم واختيار الأفضل منها بصرف النظر عن هوية وموقع صاحبها. لهذا السبب أعتقد شخصيا أن أعظم ما يدرسه الطالب في كليات الطب ليس التشريح أو علم الأمراض أو طرق التشخيص، بل أهمية أخذ رأي آخر عند الشك في تشخيص أي مرض. ولهذا السبب تجد الطبيب الأمين على مرضاه لا يتردد في استشارة زميل آخر ولا يتحرج من الأخذ برأي طبيب أقل منه سنا وتجربة. وأنت بدورك تذكر دائما أن في جمجمتك دماغا واحدا لا يختلف عن أدمغة الآخرين سوى بهامش بسيط صعودا أو هبوطا في سلم الذكاء. والحل الأمثل لتوسيع مداركك ومضاعفة ذكائك لثلاث وأربع وخمس مرات واستشارة الآخرين ومشاركتهم عقولهم ورؤية الحياة من وجهة نظرهم. وسواء كنت رئيسا أو مرؤوسا تذكر دائما ما شرحته في بداية المقال من أن اقتناعنا بالنتائج لمجرد توصلنا إليها من أعظم عيوب التفكير البشري. وبكلام آخر لا تلعب في نفس الوقت دور الخصم والحكم، البائع والمشتري، المشرع والمستفيد، الطباخ ومن يحكم على جودة الطعام. النظرية باختصار، احذر استنتاجاتك الخاصة، فقد تنتهي حياتك بسبب خطأ أيديولوجي. تخدع نفسك قبل الآخرين حين تلعب دور الخصم والحكم، البائع والمشتري، الطباخ ومن يحكم على الطبخة. مجرد قناعتك بصحة رأيك يعني إغلاق عقلك عن بقية الاحتمالات. أم النصائح، عواطفنا الخاصة وتصنيفنا للناس والرأي المسبق والتعصب الأعمى وقلة الخبرة وطغيان العاطفة والفكر المتصلب والإيمان المطلق أمثلة لعناصر ومؤثرات خارجية تمنعنا من التفكير بشكل سليم ومحايد. وكانت فكرة هذه المقال قد خطرت ببالي أثناء كتابتي للمقال الخاص بدور الرأي الأسبق والأقرب في تشكيل أفكارنا ومعتقداتنا الشخصية. وحين وصلت إلى نهايته كنت قد تذكرت بالفعل عناصر أخرى كثيرة تلعب نفس الدور دون أن نعي وجودها أصلا. ورغم أنني أملك رفا كاملا من الكتب التي تناقش هذا الموضوع، إلا أنني فضلت في النهاية الاستعانة بما أتذكره وأراه شائعا في مجتمع المحلي على وجه الخصوص. فبالإضافة للعيوب والأخطاء التي ذكرتها في بداية هذا المقال، هناك مثلا التحيز والتفكير المؤدلج. فبسبب تأثير الثقافة والمجتمع تجدنا نفكر دائما لا بهدف الوصول للحقيقة، بل لإثبات وجهة نظرنا ومناصرة الأفكار التي يتبناها مجتمعنا. وهذا النوع من التحيز تجده سائدا بين المتشددين في أي دين، حيث القناعات موجودة أصلا ولكن النتائج تفبرك لاحقا لإثباتها. وما نحتاجه فعلا هو أن نبدأ عملية التفكير بمعزل عن الرأي المسبق وإثبات القناعات الخاصة. وهذا بالضبط ما يفعله العلماء في المختبرات، حيث يبحثون عن الحقيقة المجردة دون نية رفض أو إثبات الرأي أو معتقد مسبق. الغرور والتمركز حول الذات، جميعنا نتمركز حول ذواتنا وندافع عن مصالحنا وآرائنا الخاصة، وهذا ليس شذوذا بل أحد عيوب التفكير التي تمنعنا من رؤية الجوانب الأخرى ووجهات النظر المختلفة. فطالما افترضت أنك على صواب، فما الذي يمنع الآخرين أن يكونوا على صواب مثلك؟ وحين تكون على صواب فعلا، هل يعني هذا أن الآخرين كانوا على خطأ؟ أليس من الأفضل والأسهل أن تبدأ دائما بفرضية كونك أنت على خطأ؟ القبول بأقرب وأبسط الحلول. حين يفكر أحدنا بالمشكلة يبرز في رأسه حل مباشر
يتبناه فورا كونه الأقرب لمفاهيمه وخبراته السابقة. اسأل أصدقائك عن رأيهم بأسباب البطالة أو هبوط الأسهم لتكتشف تركيزهم على سبب واحد يكرره حتى الخبراء في التلفزيون. والخطأ هنا أننا لا نتوقف للتفكير بوجود احتمالات أكثر ومسببات أعمق للمشكلة. وما نحتاجه فعلا هو أن نحاكي خبراء البحث العلمي الذين يضعون عددا كبيرا من الاحتمالات والفرضيات، ثم يبدأون بمناقشتها والتأكد منها الواحد تلو الآخر. المناوءة والحجج المضادة. معظم الناس حين يعارضون شخصا أو تيار يسعون لتسفيه موقفه وتضخيم سلبياته. القبول بأقرب وأبسط الحلول. حين يفكر أحدنا بالمشكلة يبرز في رأسه حل مباشر يتبناه فورا كونه الأقرب لمفاهيمه وخبرته السابقة. واسأل أصدقائك عن رأيهم بأسباب البطالة أو هبوط الأسهم لتكتشف تركيزهم على سبب واحد يكرره حتى الخبراء في التلفزيون. والخطأ هنا أننا لا نتوقف للتفكير بوجود احتمالات أكثر ومسببات أعمق للمشكلة. وما نحتاجه فعلا هو أن نحاكي خبراء البحث العلمي الذين يضعون عددا كبيرا من الاحتمالات والفرضيات، ثم يبدأون بمناقشتها والتأكد منها الواحد تلو الأخرى. المناوءة والحجج المضادة. معظم الناس حين يعارضون شخصا أو تيارا يسعون لتسفيه موقفه وتضخيم سلبياته. والخطأ هنا أن مواقفنا المناوئة وعواطفنا الثائرة تمنعنا من رؤية الجانب الصائب والإيجابي في الطرف الآخر. أضف لهذا أن محاولة صياغة موقفك بطريقك هو على خطأ لا يعني بالضرورة أنك أصبحت على صواب، بل قد تجازف بخسارة سمعتك إن استمريت في تبني هذا الأسلوب ضد الآخرين. الاستقطاع والاستشهاد بالاستثناء. حين نناقش أي مشكلة لا ننظر إليها كاملة، بل نستقطع منها ما يؤيد وجهة نظرنا فقط. وهذا الاستقطاع قد يتضمن موقفا شخصيا أو حادث فردي أو فترة زمنية محصورة يتم تعميمها على الجميع. فقد يتم الاستشهاد مثلا بحالة ابتزاز جنسية لإثبات خطورة الاختلاط والتغاضي عن الآلاف الحالات البريئة، كما قد نستشهد بوقوعها في مؤسسة أو شركة معينة للإيحاء بفساد الموقع، في حين يمكن لنفس الحالة أن تقع في أي مكان آخر أو حتى بواسطة الهاتف والإيميل وغرف الإنترنت. تبني قوالب مسبقة ونماذج قياسية. جميعنا للأسف نتعصب لأفكار معينة ويتبنى قوالب مسبقة ويعتمد على التعميم في إصدار الأحكام، ولكن حين تتعصب لفكرة معينة لن ترى لها بديلا، وحين تتبنى قوالب مسبقة لن تلاحظ التغييرات الجديدة. وحين تعمد للتعميم ضد جنس أو تيار أو ديانة معينة لن تشاهد الاختلافات الفردية والفوارق الإيجابية داخله. وما نحتاجه فعلا هو عدم التعميم والاهتمام بالتفاصيل وتقبل وجود استثناءات، فأهل الكتاب مثلا ليسوا سواء. أما أم النصائح فهي التذكير بأننا نمارس كل هذه العيوب بما فيها المذكورة في مقدمة المقال بطريقة تلقائية وغير واعية. وما تحتاجه فعلا بعد معرفتك بها هو أن تفكر فيها بطريقة واعية وعقلانية وخاضعة لسيطرتك الذاتية. فالمسألة ببساطة هي إما أن تعيها وتسيطر عليها أو تتجاهلها وتسمح لها بالسيطرة عليك. وانظر حولك لتعرف أي الحالين غلاب. النظرية باختصار لأن المجتمع يملك أفكارا مشتركة وشبه موحدة ينتج جيلا بعد جيل نسخا مكررة وشبه مكررة
المشكلة ليست فقط في ممارستنا لأخطاء التفكير السليم، بل في ممارستها دون وعي أو إدراك لوجودها. المجتمعات المغلقة تنزع من عقول أطفالها نعمة التفكير النقدي والتحليل المجرد من خلال تقديم التصورات المسبقة والآراء الموروثة له. تعرف إيه عن المنطق؟ في مسرحية مدرسة المشاغبين تسأل الأبلة عفة مرسي ذناتي: تعرف إيه عن المنطق؟ وبسبب تكرارها للسؤال لا يجد غير القول: أعرف أن الواحد لما يضرب واحد على دماغه يقع وما يحطش منطق. ورغم أنه تعريف كوميدي بعيد عن الحقيقة، إلا أنني كلما سمعته أتذكر ضرورة تدريس المنطق لأبنائنا في المدارس. فالمنطق كما أعرفه القدماء آلة قانونية تعصم الذهن عن الخطأ، وهو بأبسط تعاريفه مبادئ تمنعنا من التفكير بطريقة خاطئة، أو أسلوب في التفكير يقودنا للصواب ويبعدنا عن الاستنتاج الخاطئ. وبالتالي المنطق في نظري ليس علما أو منهجا أيديولوجيا، بل طريقة في التفكير وأسلوب مشترك في التحليل والحكم الصحيح. فالإنسان بطبيعته كائن مفكر يفعل ذلك حتى أثناء نومه واستحمامه وقيادته للسيارة، ولكنه يفكر أحيانا بطريقة مشوهة أو خاطئة، والمشكلة الأكبر أنه لا يعرف ذلك. فكل امرئ رضي بعقله ويعتقد أن من يختلف معه هو من يفكر بطريقة خاطئة، وبناء عليه يفترض أن يتفق الجميع على وجود قواعد ومبادئ تحكم على الأشياء وتنتقد الآراء بطريقة لا يختلف عليها اثنان من خلال ما أصبح يعرف بالمنطق. وكان الفيلسوف الإغريقي أرسطو أول من وضع مبادئ المنطق من خلال ما عرف برسائل أورغانون، ومن أبرزها قانون الذاتية، عدم التناقض والوسط الممتنع. ولأنه أول من أخبرنا بالطريقة الصحيحة للبحث والحكم على الأشياء، دعي بالمعلم الأول، في حين دعي أبو نصر الفارابي المعلم الثاني، كونه أول من حاول نشر التفكير المنطقي في العالم الإسلامي. على أي حال، الناس يفكرون بطرق مختلفة قد تبتعد أو تقترب من المنطق ذاته. أنا شخصياً أستعمل كثيراً في مقالاتي كلمات مثل منطقي وبديهي وواقعي كدليل على رفضي للإدعاءات والمبالغات وميلي لتحكيم العقل والمنطق والواقع. لا أرتاح لمناقشة من يتجاوز البديهيات والمسلمات والوقائع ويحتكم إلى إدعاءات ومبالغات واستثناءات تنتهي باستنتاجات بعيدة عن الحقيقة. تعرفت بفضل زوجة الطبيبة على ما يعرف في الوسط الطبي بالطب المعتمد على البراهين، وهو ليس تخصصاً طبياً بل التزاماً شخصياً من الطبيب بمتابعة آخر المستجدات والبراهين والدراسات في مجال تخصصه. فالطب علم سريع التقدم لا يترك مجالاً للظن والتخمين، وما يدرس في الجامعات منذ سنوات وإلا سيصبح كالطبيب الشعبي الذي يشخص حالتك اعتماداً على الظن والتخمين وما سمعه من والده أو جده قبل نصف قرن. والحقيقة هي أن الباحثين حول العالم يعملون اليوم من خلال قواعد منطقية تقودهم لنتائج غير مزيفة تدعى منهج البحث العلمي، منهج مشترك يعتمد على التجربة والرصد والتوثيق، بحيث يمكن لعالم في ألمانيا أن يتهم نظيره في كوريا بأنه لم يتقيد بالمنهج العلمي في بحثه الأخير. ونحن بدورنا يجب أن نعي أهمية التفكير المنطقي في أنفسنا ونعلمه لأطفالنا وندرسه في مدارسنا كمنهج نزيه ومحايد في التفكير والنقد والتحليل. يجب أن نفعل ذلك إن أردنا منهم التفكير بطريقة صحيحة ونقد الأشياء بطريقة مجردة والحكم عليها بطريقة محايدة. تدريس المنطق أصبح اليوم ضرورة وأكثر أهمية من تدريس مناهج ضيقة ومقولبة
يكتشف الطالب محدوديتها لاحقاً، فيصبح لا ثقافة تكتسب ولا طريقة في التفكير تعلم. النظرية باختصار، رغم أن الإنسان مخلوق مفكر، إلا أنه غالباً ما يفعل ذلك بطريقة خاطئة. المنطق طريقة في التفكير، تنظر للوقائع والنتائج وتتجاهل التحيز وتأثير الثقافة والميول. تدريس المنطق أكثر أهمية من تدريس مناهج مقلوبة يعتقد أصحابها أنها معرفة مكتملة. التفسير الأبسط هو الأقرب للصحة. حين ترى سيارة جارك أمام منزله قبل صلاة الظهر، فأي الاحتمالين ستختار؟ الأول أنه رجع من عمله مبكرا، والثاني أن لصا يملك سيارة مشابهة دخل منزله بعد أن علم بسفره للقصيم بسبب وفاة والدته المفاجئة. وعلى نفس السياق، حين تكتشف إيداعا ب50 مليون ريال في حسابك وأنت الذي لا يتجاوز راتبك 5000 ريال، لا ترى غيره بنهاية الشهر، فأي الاحتمالين ستختار؟ الأول أنه مجرد خطأ بنكي، والثاني أن لك عما مجهولا سافر إلى الأرجنتين منذ 40 عاما وكون ثروة ضخمة هناك، وحين توفي لم يجدوا وريثا غيرك ووضعوها في حسابك. لاحظ أن الاحتمالين الأولين ليسا فقط الأكثر بساطة والأقل تعقيدا، بل والأقرب للصحة واتساقا مع المنطق، مقارنة بالاحتمالين الآخرين الذين لا يتمتعان فقط بالغرابة والتعقيد، بل وبالاستثنائية وبعد الاحتمال، ولا يصلحان لغير الأفلام العربية. وهذه العلاقة الجميلة بين الصحة والبساطة مبدأ مهم في الحكم على الأشياء، كفيل بتغيير أفكارك وآرائك ونظرتك للأمور، غير أن تبنيك له يجب أن يترافق مع علمك بأن الاحتمالات المعقدة كسرقة جاركم لا تعني أنها مستحيلة الوقوع، ولكنها ببساطة نادرة وبعيدة الاحتمال. الاحتمال وجود أحد أعمامك في الأرجنتين، وأول مرة أسمع فيها شخصيا بهذا المبدأ كان من خلال فيلم خيالي يدعى كونتاكت، حيث تبني الأمم المتحدة آلة سفر عملاقة تسمح بنقل البشر بلمح البصر إلى عوالم فضائية بعيدة، واختاروا لذلك عالمة فضاء متميزة تدعى الدكتورة إلينور، تقوم بدورها في الفيلم جودي فوستر، ويشارك فيها شخصيا الرئيس بيل كلينتون، غير أن الآلة تتعطل وتفشل في نقل عالمة الفضاء لأي مكان، في حين تصاب هي بالإغماء، وحين تستيقظ تصر على انتقالها إلى عالم فضائي بعيد وغريب، في حين يحاول رئيس لجنة التحقيق إقناعها بأنها غابت عن الوعي لثوان قليلة فقط، وأنها ظلت تحت أنظارهم طوال الوقت. وحين يفشل في إقناعها بأنها لم تذهب إلى أي مكان، يقول لها: دكتورة إلينور، أنت عالمة محترمة، وتعرفين المبدأ العلمي الذي يقول إن التفسير الأبسط هو التفسير الأقرب للصحة، وأنا الآن أسألك أيهما أقرب للصحة، أنك ذهبت خلال ثوان إلى عوالم فضائية تبعد عنا بملايين السنين، أم أنك تعرضت فقط لحالة إغماء حلمت خلالها بأشياء ترغبين برؤيتها، فتسكت وتسلم برأيه. وما دفعني لكتابة هذا المقال ملاحظتي أننا نجنح دائما لتبني التفسيرات الأصعب والأعقد والأبعد عن الواقع مقابل تفاسير أبسط وأسهل وأقرب للواقع. فحين يصاب أحدنا بالصرع مثلا، نفترض فورا دخول الشيطان فيه، مستثنين التفسير الأبسط والأقرب للمنطق، وهو إصابته بحالة الصرع يعاني منها سكان الخليج أكثر من أي منطقة في العالم. وحين يتعرض أحدنا لحادث في سيارته الجديدة، نفترض فورا أنها عين، في حين أن التفسير الأبسط أنه مجرد حادث مروري ترتفع نسبته حين نقود سيارة جديدة
لم نعتد على قيادتها بعد. وفي كل مرة تصاب فيها الأمة الإسلامية بمصيبة كبيرة، نفترض وجود مؤامرة حاكتها ضدنا أمريكا والدول الكبرى، في حين أن التفسير الأبسط والأقرب للدقة أنها من فعل أيدينا وربما بما كسبت أيدينا. لهذا السبب أتمنى منك ملاحظة هذا المبدأ مستقبلاً وتطبيقه في حياتك وطريقة حكمك على الأشياء. أريدك أن تفكر مثل الأطباء الذين يفترضون أولاً إصابة المريض بأكثر الأمراض بساطة وشيوعاً قبل أن يتدرجوا في فحوصاتهم وتحاليلهم بحثاً عن الأمراض النادرة والأكثر تعقيداً. بكلام أكثر بساطة وأقل تعقيداً وأقرب للواقع، حين تسمع شيئاً يهوم حول خيمتك في الليل، فكر في البعير قبل الدب القطبي. النظرية باختصار، التفسير الأكثر بساطة يظل دائماً الأقرب للصحة والمنطق. رغبتنا في الدفاع عن مواقفنا تجعلنا نلجأ أحياناً لفرضيات أكثر غموضاً وتعقيداً ونادرة الحدوث. أنصاف العلماء يقدمون آلاف الفرضيات المعقدة، والعالم الحقيقي يمنحنا نظرية واحدة أقرب للفهم والمنطق. توقف عن طرح الأسئلة وابدأ بطرح التساؤلات. دعني أسألك أولاً، هل تعرف الفرق بين السؤال والتساؤل؟ سأجيبك أنا. السؤال استفسار عابر تطرحه على شخص آخر لمعرفة الجواب، أما التساؤل فسؤال تطرحه على نفسك في حالة من الحيرة والاستغراب، وقد لا ينتهي بمعرفة الجواب. نطرح السؤال حين نعجز عن الإجابة فنطلبها من الآخرين، أما التساؤل فآلية بحث ذاتية تتضمن لماذا وكيف ومن ومتى. الأسئلة تطرح علنا ولا يستهجنها منك الناس طالما اتفقت مع سياقهم الاجتماعي والثقافي، أما التساؤلات فتطرحها سرا مع نفسك حين تعارض سياق الناس الثقافي والاجتماعي. السؤال يمنحك إجابة سريعة وجاهزة ومسبقة الصب يقدمها غيرك، في حين أن التساؤل يستغرق وقتا طويلا قبل أن تعثر على الجواب بنفسك، وقد تموت حائرا قبل حصولك عليه. وحين تتلقى الجواب من غيرك قد تقتنع به وتتبناه، وقد لا تقتنع به وترفضه، ولكن حين تتساءل بنفسك تقتنع بجوابك كونه نابعا من ذاتك، فتدافع عنه وتحاول نشره وإقناع الآخرين به. يسألني كثير من الأصدقاء، لماذا تطرح في مقالاتك الكثير من التساؤلات؟ فأجيب، كي يعثر القارئ على الجواب بنفسه. انتهى زمن الأستاذية، ولم يبقى للكاتب غير إثارة التساؤل في رأس القارئ، وتركه يستنتج الجواب بنفسه، وحين يصل الجواب بنفسه، يقتنع به أكثر مما لو أخذه من أعظم الفلاسفة والمفكرين. قصص الأنبياء تبدأ دائماً بتساؤلات عظيمة حتى يعرفوا أجوبتها بأنفسهم فيقتنعون بها ولا يتنازلون عنها. والله يا عمي، لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الأمر ما تركته. كان نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يتساءل في غار حراء حتى أخبره جبريل بإجابات توصل لبعضها بنفسه، وكان إبراهيم عليه السلام في حالة تساؤل دائم، واتخذ من الشمس والقمر إلهين قبل أن يكتشف ربه في قمة حيرته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، لأن لم يهدني ربي لأكونن من القوم الضالين. صدق الله العظيم. كتب كثيرة ألفت في الماضي والحاضر طريقة السؤال والجواب، غير أن أعظم من طرح التساؤلات بعد أرسطو وأفلاطون كان فيلسوف الأدباء أبو حيان التوحيدي، فقد أشرك القارئ في تساؤلات كثيرة حول النفس والروح وأسرار الوجود وخفايا اللغة وأخلاق الناس ومناهج التفكير وعلاقة الفلسفة بالدين، خصوصا في كتاب الهوامل والشوامل الذي تضمن أكثر من 175 تساؤلا
من هذا النوع، وتبدو كتب التوحيد مقنعة أكثر من غيرها لأنه يشرك القارئ في طرح تساؤلات تشغل بال الجميع فيتبنى موقفه بلا تردد. كل هذا يثبت أن التساؤل يقف خلفه عقل كبير وذهن جريء ودافع حقيقي لمعرفة الجواب. أما السؤال فغالبا ما يكون عابرا أو طارئا أو مستعارا أو نتاج عقل فارغ. فحقا لأبي حنيفة أن يمد قدميه. السؤال ليس عيبا بل هو مفتاح العلم، ولكن العيب أن يظل الوسيلة الوحيدة لطلب العلم. العيب أن تترك عقلك مفتوحا لأجوبة الآخرين الجاهزة والمتضمنة مواقفهم الشخصية. إن كان طلاب العلم يسألون فإن الفلاسفة والمفكرون يتساءلون حتى يتوصلون للحل الأفضل الذي سرعان ما يتحول إلى إجابات جاهزة يتناقلها العامة. ما يهمك أنت من كل هذا أن تتوقف عن طرح المزيد من الأسئلة وتبدأ بطرح المزيد من التساؤلات، وتوقف عن سؤال الآخرين رأيهم في كذا وكذا، وتبدأ بسؤال نفسك لماذا وكيف حتى تعثر على إجابتك الخاصة. لا تكذب على نفسك أو تتجاهل أسئلتك أو تدفن رأسك في الرمل. اطرح أسئلة شائكة يصعب طرحها علنا وكن صريحا في إجابتك عنها، فكل جواب تعثر عليه بنفسك سيكبر معه عقلك ويرتاح بفضله فؤادك وتستقر بعده حياتك. النظرية باختصار: السؤال استفسار علني سريع لمعرفة الجواب، أما التساؤل فبحث ذاتي صامت قد يستغرق العمر كله. سؤالك الدائم للآخرين يعني أنك عطلت عقلك وكبحت رأيك وأغلقت آلية النقد داخلك. قلل من طرح الأسئلة وأكثر من طرح التساؤلات ولا تدفن أجوبتك في التراب. تأثير الأربعة: جميعنا يعتقد أنه مستقل بأفكاره، حر بقراراته، منفصل باستنتاجاته، ولكن الحقيقة هي أننا مقلدون أكثر منا مفكرون، ومسايرون أكثر منا مستقلون، وخاضعون لحكم العرف والمجتمع مغيبون لنداء العقل والمنطق. حين تتأمل حياتك وأفكارك ومعتقداتك وما تعتقد أنها آراءك الشخصية والخاصة، تكتشف أن 99% منها إما موروث أو مقتبس أو منمط أو مساير للمجتمع. أصبح ذلك مؤكداً بفضل تجارب نفسية كثيرة أثبتت أن الإنسان مخلوق اجتماعي مساير ومقلد أكثر منه مستقل ومنفصل يملك إرادة حرة. هناك تجربة طريفة تؤكد هذه الحقيقة. فقد تم وضع 9 أشخاص في غرفة واحدة استعداداً لإجراء مقابلة وظيفية. 8 منهم ممثلون يعرفون طبيعة الخدع، وواحد فقط لا يعلم شيئاً هو موضوع التجربة. وعند لحظة معينة صدر صوت جرس فوقف 8 فورا، فوقف معهم تلقائيا الشخص 9 موضوع التجربة دون أن يعرف السبب. وحين ضرب الجرس مرة أخرى جلسوا فجلس معهم، وتم تكرار التجربة على عدة أشخاص. لم يتخلف أحد منهم عن القيام والجلوس مع المجموعة دون أن يعرف أو حتى يسأل عن السبب. الطريف أن القائمين على التجربة بدأوا بإخراج المشاركين الواحد تلو الآخر حتى لم يبقى في الغرفة سوى الشخص 9 الذي لا يعلم بالخدعة. ورغم أنه بقي وحيدا إلا أنه أصبح يقوم ويجلس كلما سمع صوت الجرس. ليس هذا فحسب، بل سرعان ما تبنى الفكرة وأصبح حارسا أمينا لها، لدرجة أنه أخبر شخصا جديدا دخل عليه لاحقا بضرورة الوقوف معه ثم الجلوس معه كلما سمعا صوت الجرس. والحقيقة هي أن تجربة كهذه تم تنفيذها بطريقة عديدة، وأكدت في النهاية أن 99% من الناس يصعب عليهم عدم التقليد ومسايرة الغير. حين يقوم 4 أشخاص فقط بأي عمل، حتى قيل أن 4 هو الرقم السحري للمسايرة وتنمية المجتمع. فنحن نتصرف بشكل شبه مستقل حين يتواجد بقربنا شخص واحد فقط، ولكن نصاب بالحيرة والارتباك حين يتواجد بقربنا شخصان يفعلان نفس الشيء.
ثم نبدأ بالمسايرة أو الهرب من الموقع حين يفعل ثلاثة أشخاص الشيء نفسه بقربنا، ولكننا سنقلد الجميع ونسايرهم في الفعل والتصرف بمجرد أن يصل عددهم إلى 4. وأول مرة أتنبه شخصياً لهذه المعادلة الخطيرة كانت قبل سنوات كثيرة بعد مشاهدة مقلباً طريفاً أبعد ما يكون عن التداعيات الاجتماعية والأيديولوجية لهذا الجواب، ففي أحد المباني العالية وضمن برنامج للكاميرا الخفية يضغط أحد الأشخاص على زر المصعد فيشاهد 4 أشخاص يقفون داخله بطريقة غريبة، فقد رفع كل منهم يده خلف رقبته مثل أسرى الحرب وانحنى بجسده إلى الأمام كوضعية الطوارئ في الطائرة. وللوهلة الأولى يرتبك الشخص الجديد وقد يتردد في دخول المصعد، ولكنه في النهاية يدخل ويفعل مثلهم حتى يصل للطابق المطلوب. والعجيب أن هذا المقلب تكرر لأكثر من 10 مرات، يتخذ الشخص الجديد في 8 منها هذه الوضعية الغريبة تقليدا للمتواجدين قبله. وحين شاهدت هذه اللقطة تذكرت تجربة تثبت تأثير المجموعة والوضع السابق على قرارات الفرد، فقد اتفق عالم النفس الأمريكي سوليمون أشس مع 6 أشخاص على إخضاع شخص سابع لتجربة لا يعلم عنها شيئا، وقد سلم كل منهم ورقة رسم عليها 4 خطوط أفقية. الخط الأول يدعى X في حين دعيت الثلاثة الباقية ABC. وكان السؤال هو أي خط من الثلاثة الأخيرة يساوي في الطول الخط الأول X؟ ورغم أن الجواب الصحيح هو الخط A، اتفق الدكتور أشيس مع 6 على اختيار الخط B لرصد مدى تأثر الشخص السابع بخيارات الموجودين قبله. وفي النهاية اتضح أنه في 68% من الحالات يكذب الشخص السابع نفسه ويختار الخط الخاطئ متأثرا بأجوبة من سبقه، وكأنه يقول لنفسه لا يعقل أن يكونوا جميعا على خطأ وأنا الوحيد على صواب. وهذه التجارب تثبت استعدادنا الكبير لتأجير عقولنا وتقليد من سبقونا حتى مع علمنا بشذوذ الموقف ومخالفة المنطق، كما تظهران ندرة الشخص الذي يثق بقراراته ويصدق عقله وحواسه حين يتواجد مجموعة قبله تسير في الاتجاه الخاطئ. وما أراه خطيرا بالفعل أن معظمنا يفضل أن يحظى برضا وقبول المجتمع حوله على أن يكون شاذا أو مخالفا للتوافق العام، وبالتالي التضحية بقناعاته وآرائه الشخصية. وهذه الظاهرة مهمة لفهم كيف تفكر المجتمعات ولماذا تتصرف بطريقة موحدة تشبه تحركات القطيع، مهمة لمعرفة تأثير المجتمع على الفرد بمجرد أن يتعرف على مجموعة صغيرة تفعل الشيء ذاته بصرف النظر عن حسناته وسيئاته. والعجيب فعلا أن الفرد حتى حين يدرك حماقة الفكرة أو خطورة الفعل مثل نحر الأبرياء بمجرد الانضمام لمجموعة إرهابية تحلل ذلك لا يتوقف عن فعلها وتكرارها، يخشى في أعماقه تبعات النبذ والعداء والخروج على نمط المجموعة، فيصبح مثل الرجل الذي أخذ يقف ويجلس مع الجرس رغم أنه كان يضحك من حماقة تصرفه وغباء مجموعته. أما الأسوأ من كل ذلك فهو حين يبدأ التأثير من سن الطفولة أو يأتي من أفراد العائلة أو يشترك فيه ملايين الناس حوله. والآن ابحث في جوجل عن مقال آخر بعنوان وجدنا آباءنا كذلك يفعلون، لعلك تصبح أحد الناجين من تأثير 4. وتذكر جيدا أنك ستتردد قبل دخول المصعد. النظرية باختصار يسهل استسلام العقل البشري لأي فعل جماعي سابق مهما بدا شاذا أو مخالفا للمنطق. التضحية برأيك وقناعتك قد يكون ثمن قبولك في أي نظام اجتماعي محافظ ومتماسك. معرفتنا بتأثير 4 يساعدنا على الاحتفاظ بقناعاتنا الشخصية
مهما تراكمت حولنا الخيارات الخاطئة. اغسل مخك بنفسك. لماذا يجب أن تغسل مخك بنفسك؟ الجواب: لأن هناك من سيفعل ذلك نيابة عنك، فأدمغتنا مستعدة لاستقبال الإيحاءات والإرشادات وتبني آراء الآخرين بسهولة. ولو تأملت حصيلتك المعرفية ستكتشف أن 99% مما تعرفه وتتبناه وتعتقده هو نتاج عقول خارجية أخذت عنها هذه المعرفة وتلك القناعات. ولأنك لا تستطيع اعتزال المجتمع أو منع تأثرك بمحيطك، لا يتبقى أمامك إلا المشاركة في غسل مخك بنفسك، أو على الأقل إدراك طريقة تأثرك اللاواعي بالآخرين. وأقول لاواعي لأن عقلك الباطن يتقبل الأوامر والإرشادات بسهولة أكبر من عقلك الواعي. في حالة الوعي الكامل قد يرفض الإنسان توجيهات كثيرة لا تتوافق مع تربيته أو مبادئه أو آرائه المسبقة، خصوصا في حال امتلاكه موهبة التفكير النقدي. أما في حالته اليومية المعتادة فيبدأ وغالبا بطريقة لا واعية بتقبل إيحاءات كثيرة تسرب إليه من وسائل الإعلام وأحاديث الأصدقاء وتيارات المجتمع، وهذا ما أدعوه غسيل الدماغ الناعم. ومن حسن الحظ أن هذا السيل المتدفق من الإيحاءات الناعمة يمكن مواجهتها بمجرد إدراك حقيقتها، في حين يمكن حذفها وإزالتها من خلال جلسات غسيل خاصة يقوم بها الإنسان لنفسه كما أفعل يوميا قبل دخولي في النوم. فمن المعروف أن تأثير الإيحاء والأوامر الملقاة يصبح أقوى حين نضع أنفسنا بحالة استرخاء وتركيز كاملين وبين قوسين، ويعظم التأثير في حالة تنويمنا مغناطيسيا. وكما يمكن للطبيب النفسي وضع المريض في حالة تنويم مغناطيسي، يمكنك فعل ذلك بطريقة ذاتية تتشرب من خلالها الإيحاءات المطلوبة. فإن كنت مثلا ترغب بالتخلص من السمنة أو ممارسة الرياضة أو التوقف عن التدخين، فالحل ببساطة هو أن تغسل دماغك بنفسك بتكرار إيحاءات محفزة وأوامر مضادة لها. أما في حال صعب عليك لعب دور الموجه والمصغي في نفس الوقت، فيمكنك تسجيل رسائل صوتية تسمعها لاحقا أثناء استرخائك في الظلام، مثل: أنا واثق من نفسي، لن أتناول الأطعمة السريعة، لن أخشى مواجهة الجمهور، سأتوقف عن التدخين قبل نهاية العام. وجملا تحفيزية كهذه قد لا يبدو لها تأثير في البداية، ولكنها تعمل بمرور الزمن كقطرات الماء التي تفكك التربة وتهاجم عيوبك الصلبة، كما لو كنت خاضعا لإشراف خبير بالتنويم المغناطيسي. وكما هو الحال مع نتائج التنويم المغناطيسي، تتفاوت الاستفادة من هذه التسجيلات بين إنسان وآخر، فهناك من لا يأخذها بجدية فيصعب عليه الاستسلام للإيحاءات الملقاة أو لا يكملها حتى النهاية، وفي المقابل هناك من يقتنع بالفكرة ويتهيأ مسبقا لدخوله مرحلة اللاوعي، وتمثل الإيحاءات المسجلة خلالها على أرض الواقع. وحتى إن لم يعجبك هذا الاقتراح، ما يزال بإمكانك اللجوء لطريقتين آخرتين تغسل بها دماغك بنفسك. الطريقة الأولى تعتمد على الوقوف أمام المرآة مطولا حتى تنفصل عن الوجه المقابل لك، ثم تلقي على نفسك الإيحاءات والأوامر التي تحتاجها للتغيير أو خلق عادات جديدة. والثانية: الاسترخاء في مكان مظلم وإغماض عينيك وتكرار جمل تحفيزية تحتاجها 100 مرة على الأقل حتى تشعر بالحماس يغمرك والغليان يسري بعروقك. وبالمناسبة لا تعتقد أنني أخبرك بشيء جديد لم تفعله من قبل، فكم مرة كررت كلمات الحمد والتسبيح والحوقلة 10 أو 100 أو 1000 مرة، وكم مرة شعرت في نهايتها بمشاعر قبضة وسلام تنتابك بعد تكرارها. هذا مجرد مثال على حالة غسيل إيجابي سبق وفعلته بنفسك. النظرية باختصار تعيش أدمغتنا حالة دائمة من صراع الأفكار، إن لم تحدد موقفك منها قد تنضم للجانب الخاسر فيها.
أفكارنا تشكل شخصياتنا، وإن لم تغسل مخك بنفسك تغسله المجتمع نيابة عنك. الإيحاء ومحادثة النفس بمثابة جلسة نفسية تغيرنا من الداخل وتهيئنا لمواجهة الخارج. من يدري ولا يدري إنه يدري. كانت العرب قديما تقول الناس أربعة أصناف: رجل يدري ويدري أنه يدري فذلك عالم فخذوه عنه، ورجل يدري ولا يعلم أنه يدري فذلك ناسي فذكروه، ورجل لا يدري ويعلم أنه لا يدري فذلك طالب علم فعلموه، ورجل لا يدري ولا يعلم أنه لا يدري فذلك أحمق فارفضوه. وحسب رأيي المتواضع يمكن لهذه الأصناف الأربعة أن تجتمع بسهولة في شخص واحد، فنحن نتصرف أحيانا كعلماء، وأحيانا كطلاب علم، وأحيانا كحمقى، وأحيانا أخرى ننسى أننا نسينا ما تعلمناه سابقا. أما الطامة الحقيقية فهي أن لا أحد يريد الاعتراف بالحماقة الأخيرة: لا ندري ولا ندري أننا لا ندري، وعلاقة ذلك بالغرور المعرفي والتقدير المبالغ فيه للذات. وأبرز نموذج لذلك ابنك المراهق الذي ما أن يشب عن الطوق حتى يعتقد أنه يعرف أفضل منك ومن أبناء الجيل السابق بما فيه ذلك قيادة السيارة التي تعلمها منك. وكان الباحثان ديفيد دانغ وجاستن كروجر من جامعة كورنيل قد أثبتا أن جميع الناس يعرفون أقل مما يعتقدون فعلا، وأن معظمهم يعتقد أنه لا يحتاج لمعرفة المزيد أصلا. فمن خلال لقاءات قياسية مع طلاب الجامعة اتضح أن معظمهم لا يدرك أنه جاهل بنفسه، وأن معظمهم يعتقدون أنهم يعرفون ما يكفيهم فعلا. ومن يقيم معرفته بهذه الطريقة المبالغ فيها يشبه من يسير في طريق مرسوم داخل الغابة معتقدا أنه يعرفها جيدا، ولكن الحقيقة هي أنه لا يعرف غير جنبات الطريق التي يسير عليه، ولا يدرك ضخامة المساحة المجهولة التي لا يراها من الغابة. وهذه المعضلة التي أصبحت تدعى بظاهرة دانغ وكروجر تفسر لماذا لا يستمع الشباب أو الجيل الجديد لآراء الجيل الأكبر منه معتقدا أنه يعرف أو يدري أمورا لا يعرفونها رغم أسبقية خبرتهم في الحياة، كما تفسر حالات الغرور والاعتداد بالنفس التي يبديها بعض المتقدمين للمنافسات الوظيفية أو المسابقات التلفزيونية، حيث يتصرف بعضهم بطريقة واثقة من الفوز لدرجة تثير الشفقة. وبيني وبينك، ظاهرة دانغ وكروجر وعدم درايتنا بمساحة جهلنا هي معوق واحد فقط من معوقات التفكير السليم، فنحن أيضا نعاني من نواقص فكرية كثيرة مثل التحيز والميول والاستشهاد بالموجود والولاء الثقافي وعدم معارضة الأغلبية والتركيز على إفحام الخصم والاستشهاد بالأكثرية بطريقة هل أنت أعلم من كل الناس، والاستشهاد بالأقدمية بطريقة هل أنت أعلم من السلف، وإطفاء القدسية على الآراء الشخصية بطريقة قال ذلك معظم الفقهاء، واختطاف النتيجة لتأكيد الرأي بطريقة ألم أخبركم بذلك من قبل. وأخيرا وليس آخرا، التنبه المفرط الذي خصصت له مقالا يجده على النت بعنوان لماذا أصبحت تراه في كل مكان. ما يدهشني فعلا أن عيوب التفكير هذه اختصرها المثل الشعب القائل: حين قسم الله الأرزاق لم يرضى أحد برزقه، وحين قسم العقول رضي كل إنسان بعقله. نعم أيها السادة، فحين قسم الله الأرزاق لم يقتنع معظمنا برزقه، وغدا الغني والفقير يطمعان بتحصيل المزيد. أما بالنسبة للعقول فالأمر مختلف تماما، كون كل إنسان يقيم الأمور بحسب عقله، فيتخذ من نفسه مقياسا للحكم على الآخرين، ولا يتصور وجود رأي مخالف أو حتى احتمال كونه على خطأ. يعتقد أنه أذكى الناس وأكثرهم دراية والوحيد القادر على حل مشاكل الكون. لو تركنا له الفرصة
في حين لا يدري أنه لا يدري. وبناء عليه يمكن القول أن أقرب الناس للعقل والحكمة هو من يدرك نواقص نفسه وعدم خلوه من عيوب التفكير السليم، من يؤمن بأن عقولنا أصغر وأعمارنا أقصر من أن نصبح خبراء أو نصل إلى مستوى الفهم الكامل والنهائي لأي شيء، حتى كيفية معرفتنا بأنفسنا وحكمنا على الأشياء بشكل صحيح. النظرية باختصار: أكثر الناس جهلا وحماقة من لا يدري ولا يدري أنه لا يدري. جميع الناس يعرفون أقل مما يعتقدون، وأكثرهم معرفة من يعرف هذه الحقيقة في نفسه. التحيز والميول والغرور المعرف والتعصب الثقافي ومسايرة الأغلبية وإطفاء روح القدسية والاستشهاد بالأكثرية أو الأقدمية مجرد أمثلة على معوقات التفكير السليم. الأصل والاستثناء والرجل الخامس: كما أن الظلام هو الأصل والنور هو الحالة الطارئة، وكما أن الزمهرير هو الأصل والدفء هو الحالة المصطنعة، الجهل أيضا هو الأصل، والمعرفة هي الحالة الاستثنائية. والمعرفة هي الحالة الاستثنائية. الغرور هو الأصل، والاعتراف بالنقص هو المعرفة والاعتقاد الصائب. أذكر أنني قرأت عن لص غبي حاول سرقة بنك في أمريكا، ولكن الحراس تمكنوا من التغلب عليه وتسليمه للشرطة. نجحوا في ذلك لأنه كان يغطي وجهه بعصير الليمون الذي تسرب لعينيه، فلم يعد يرى شيئا. فقد سمع أن عصير الليمون يستعمل كحبر خفي، واعتقد أنه بهذه الطريقة سيصبح خفيا على كاميرات البنك. المشكلة هنا ليست في جهل اللص بكيفية عمل الكاميرات أو الأحبار الخفية، فمعظمنا لا يعرف ذلك أيضا، بل في أنه كان جاهلا بحقيقة أنه جاهل، وهذا هو موضوعنا اليوم. ذات يوم بعث الكاتب الساخر برنارد شو رسالة إلى عالم الفيزياء ألبرت أينشتاين يدعي فيها أن العلم زاد حياتنا تعقيدا، كونه يحل مشكلة ويخلق مقابلها 10 مشاكل جديدة. بعد أيام رد عليه أينشتاين برسالة لم ينكر فيها هذه الحقيقة، ولكنه قال: إن العلم بمثابة بقعة ضوء صغيرة تقع على مساحة كبيرة ولا نهائية من الظلام الموجود أصلا، والظلام كناية عن الجهل، وكلما كبرت دائرة الضوء كلما كبر محيطها، ولامس قدرا أكبر من الظلمة والجهل. وهذا يعني أن العلم لا يخلق المزيد من المعضلات والأسئلة المحيرة كونها موجودة منذ الأزل، ولكن كلما ازدادت دائرة معارفنا زادت مساحة احتكاكنا بالمجهول واللا معروف. هذه الظاهرة العجيبة، ارتفاع نسبة الجهل بارتفاع نسبة العلم، عبر عنها الإمام الشافعي قبل أينشتاين بعدة قرون حين قال: كلما أدبني الدهر أراني نقص عقلي، وإذا ما ازددت علما زادني علما بجهلي. المشكلة الحقيقية لا تأتي من العقول العظيمة مثل أينشتاين والإمام الشافعي، فهم أدرى الناس بمساحة جهلهم، بل من العقول الساذجة التي تعتقد أنها تعرف كل شيء دون أن تدرك محيط جهلها بكل شيء، وبالتالي لا تختلف عن اللص أعلاه. وأنت بدورك لا يجب أن تكون جاهلا بمستوى معرفتك، ولا أتمنى لك ذلك، كي لا تكون أضحوكة للناس دون أن تعرف فعلا لماذا يضحكون. لا تكن مغرورا أو تعتقد أنك استثناء أو أنني أتحدث عن شخص آخر. فالباحثان ديفيد دانغ وجاستن كروجر اللذان تعرفنا عليهما في آخر المقال أثبتا بالأرقام والرسوم البيانية أن جميع الناس يعرفون أقل مما يعرفون فعلا، ولكن معظمهم يرفض الاعتراف بهذه الحقيقة. وسبب هذا الغرور في تصوري أن لكل منا حصيلة معرفية تعد بمثابة نقطة ضوء خاصة به وحده، حين يرى تكاملها من الداخل يتملكه شعورا بالاطلاع على كل شيء وفهم كل شيء،
فيرضى بحالة دون أن يتخيل أصلاً مساحة الظلام المحيطة به. مثل هذا الغرور المعرفي تلاحظه لدى أصحاب الثقافات الوحيدة، ممن ولدوا وشاخوا داخل بقعة ضوء خاصة بهم، فتتملكهم ثقة كبيرة بالعلم والمعرفة، ويرفضون بمرور العمر توسيع دائرتهم الخاصة أو تقبل فكرة وجود دوائر مضيئة أخرى. هذه الظاهرة الإنسانية تبرها حالة خامسة من مشكلة المعرفة بمقدار المعرفة التي نعتقد أننا نملكها. بكلام آخر، إن كانت العرب في المقال السابق قد صنفت الناس في 4 مراتب بين من يدري ولا يدري، فاليوم يمكننا بفضل دراسة دانغ وكروجر إضافة رجل خامس لا يدري ولا يريد أن يدري أنه لا يدري، وهذا متزمت فهجروه ولا تضيع وقتك معه أصلا. النظرية باختصار، الجهل هي الحالة الأصلية، والمعرفة والانعطاق هي الحالة الاستثنائية. كلما كبرت دائرة معرفتنا، كلما كبر محيط تلامسنا مع المجهول والغير معروف. حين يختلط الجهل بالتزمت، يخرج رجل لا يدري ولا يريد أن يدري أنه لا يدري.